عقدت اليوم الجمعية العمومية لنقابة المهندسين غير العادية بالصلاة المغطاة باستاد القاهرة لسحب الثقة من مجلس النقابة الحالي وإجراء انتخابات جديدة في مارس 2014 وذلك تحت رعاية تيار الاستقلال بالنقابة الذي بدوره وفر حافلات لنقل المهندسين من المحافظات وأبرز مطالب الجمعية العمومية طلب سحب الثقة من مجلس نقابة المهندسين لعدم تنفيذ أي من وعوده الانتخابية كما أن إدارته محسوبة على تنظيم الإخوان وأكد داعين الجمعية العمومية أن مجلس النقابة سخر إمكانياته ومباني النقابة لدعم تنظيم الإخوان والرئيس السابق محمد مرسي